السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 13، حالات المادة، القسم 1، خصائص الموائع، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. تقرأ المسألة مرة 2-3-4، تحدد المسألة من أي وحدة دراسية، بتلخص المعطيات ومطالب من شان تسهل عليك اختيار المعادلة المناسبة للحل. افترض أنه خلال عاصفة ينخفض الضغط الجوي بنسبة 15% في الخارج. إذا الضغط في الخارج أو الضغط على الباب بده يساوي 15% في الضغط الجوي. الضغط الجوي مقدار ثابت بيعطوك اياه. ما هي محصلة القوى المطلوب؟ ما هي محصلة القوى التي تتشكل على الباب الخارجي لمنزل ما؟ يكون ارتفاعه 195 سنتيمتر، عطيت للارتفاع الرمز L وقسمت على 100 مشان حول للمتر، وعرضه 91 سنتيمتر، عطيت رمز العرض W، ممكن أعطيها H أو S أو D أي رمز، وقسمت على 100 مشان حول للمتر. في أي اتجاه ستتشكل هذه القوى؟ وبدو F المحصلة. عندك طول وعرض وعندك ضغط وبدك قوة، إذن فرق الضغط عبر الباب نحسبه في وتساوي 15% ضرب الضغط الجوي، قلت لك بتجيبه للثوابت، عبارة عن 1 × 10^5 باسكال، أو بتحفظه بيطلع بيساوي 15 × 10^3 باسكال. منطبق قانون الضغط بي وتساوي القوة على المساحة. المجهول عندنا القوة، إذا القوة تساوي الضغط ضرب المساحة. الضغط عبارة عن 15 × 10^3 نيوتن لكل متر مربع، المساحة طول ضرب العرض، بتطلع عندك 26.6 × 10^3 نيوتن. هذه القوة، هذه القوة ستكون موجهة من الداخل إلى الخارج، لأن ضغط الهواء داخل المنزل أكبر منه خارج المنزل. وفي رعاية الله،